بارك الله فيك. الذي يموت بسبب التدخين هل يعتبر يعني منتحر؟ هل تظن أن الذي يشرب الدخان شربه ليموت؟ أجبني بس، قل لا ولا نعم. ها؟ لا خلص، إذا ما هو منتحر. لكن اللي يضع المتفجرات في بطنه ويذهب إلى العدو ويفجره هناك، منتحر ولا غير منتحر؟ منتحر. فرق بين من يقصد القتل قتل نفسه ومن لا يقصد. لكن يقال إنه إذا كان أضر الدخان يؤدي إلى القتل، فهذا من أقوى الأدلة على القول بالتحريم، وهو لا شك عندي أنه محرم الدخان لما فيه من أضرار بدنية وأضرار خلقية وأضرار مالية. ألم تعلم أن اللي يشرب الدخان إذا لم يجده ربما يبيع عرضه؟ قل لي بلى ولا لا؟ لا أحسن تقول بلى. إذا قال لك أليس قل بلى. طيب، على كل حال الدخان عندنا يعني لا نشك أنه حرام، لكن لا نقول إن من شربه قاتل نفسه، لأنه ما قصد قتل نفسه. هنا